Welcome, dear student in vocational school. Today, our lesson is for industrial school only. مرحبا بكم طلبتنا الأعزاء في التعليم المهني، ودرسنا لهذا اليوم سوف يكون تحديدا لطلبة الصناعي. طلبة الصناعي رح يكون موضوعنا في الريدنج اللي هو اليونت الأول اللي يتحدث عن food manufacturing، تصنيع الطعام. كتاب الصناعي، خلينا ناخذ نبذة بسيطة عن كتاب الصناعي، خلينا ناخذ فكرة عن مفردات الأسئلة الوزارية اللي الشباب أهم شيء عندهم هي الفكرة شلون تكون، وشنو هي الفائدة من دراسة المفردات، شنو هي الفائدة من الدخول إلى الريدينج، شنو هي الفائدة من الدخول إلى موضوع التوصيل، كل واحد شنو قيمته بالأسئلة الوزارية حابة أوضحها في بداية الأمر قبل ما أروح على اليونت الأول ومفرداته. في بادي الامر حابة اوضح انه الريدنج فيري 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 امبورتنت سبجكت، موضوع جدا مهم اللي هو القراءه. ليش القراءه تفيدني بعده صيغ موجوده داخل الاسئله. صيغه الاسئله تتحدث عن اول شيء، السؤال الاول اللي يتحدث عن القطعه الخارجيه، وهذا الموضوع ثابت ثابت، قطعة خارجية مفرداتها تكون من ضمن الشيء اللي أنت درسته بالريدنج، من ضمن يعني من ضمن مجموعة المفردات اللي أخذتها. كتابك يتكون من 6 units، أوكي؟ وكل every 3 we have one revision، كل 3 يونيتات عندي 1 ريفيجن، 3 يونيتات أخرى عندي ريفيجن آخر اللي إحنا نسميه اليونت 4 نقول عليه، أو يونت 8 اللي هو يعتبر ريفيجن 1 ريفيجن 2 بالنسبة لكتابكم الموجود. فكل 3 يونيتات عندك واحد مراجعة إحنا نسميه بكتابك اللي هو يونت 4 وهكذا، أوكي؟ فهذه الست يونيتات بها 6 قطع، بها 6 قطع إنشائية، بها صح وخطأ، أوكي؟ اللي أريد أقوله أنه السؤال الأول يتكون من 3 فروع ثابتة. شنو هي هاي الفروع؟ الفرع الأول اللي هو القطعة الخارجية، وقلنا ضروري أتعلم على مفردات الريدنج لأن من ضمنها أني أقدر أسيطر على القطعة الخارجية. عندي شيء اسمه فرع بي اللي هو أسئلة قطع الكتاب، أسئلة القطع الكتاب من كتابك نفسه، من ضمن صيغة الكتاب نفسها، من ضمن الأسئلة الموجودة عندك، عليها درجة يعني ما يستهان بها، بحدود 8 أو 6 درجات. ننتقل إلى الفرع السي، من ضمن السؤال الأول يتحدث عن الترو فولس، أوكي الترو فولس وين موجودة؟ موجودة بأسئلة قطع الكتاب مالتكم، أيضا عليها 6 أو 8 هيك شيء بالضبط، تخوني الذاكرة، لكن الترو كل ويا القطعه الخارجيه ويا الهاي يصير عندنا 20، اوكي؟ فاني بس اسئله خصوص قطعه مالتنا احنا اللي راح نتحدث عليها بحدود 12 درجه تقريبا، اوكي؟ فهذه ابدا ما يستهان بها. الترو والفولس منين موجود؟ موجود من ضمن اسئله قطع الكتاب، انا لازم اعرف معاني مفردات لاني مجرد اشاره ترو تي او فولس اللي هو الاف واللي يفضل كتابتها كلمه كامله، اوكي؟ انا بهيك حاله محصله خلينا نقول درجتين او منزله درجتين او 3. فمو بالهين انه من اضع الاشاره، اوكي؟ انتقل للسؤال الثاني، شنو هو مضمون السؤال الثاني واللي ان شاء الله اليوم راح نشرحه حتى نوضحه. السؤال الثاني هو عن ايضا يتكون من 3 افرع، الفرع الاول اللي يتحدث عن الماتش. الماتش اللي هو التوصيل، وكل يونت قلت به مجموعه مفردات اتحدث بها عن التوصيل وبه 8 درجات. الفرع الثاني اللي هو فرع بي فشيء اسمه كلاسيفاي. شنو كلاسيفاي؟ هذا تصنيف، يعني اصنف كل يونت الى مفردات خاصه، انا لازم اكون مضبطتها حتى اعرف عليه 9 درجات، اوكي. انتقل بعدها، بعدها هو درو وان اوت، معناته استخرج الغريب. الاستخراج الغريب يكون من حصالة ما درسته أنا من مفردات، من قواعد، من كل شيء أعرف، لازم حتى أعرف أطلع الشيء الغريب عن المجموعة، وإن شاء الله هذه بعدين راح نتحدث عنها وناخذها بالتفصيل بشكل أكبر وبصيغة على اللوحة حتى تدونها، بس هسه دا أنطيك فكرة سريعة قبل ما أنتقل للوحة. عندنا فرع السؤال الثالث، السؤال الثالث قواعد كتاب، قواعد كلش حلوه، عباره عن join او do as require او choose the suitable one، هذه كلها ايضا موجوده بكتابكم وعليها 20 درجه.
السؤال الرابع اللي يحدث ايضا تحدث عن فرعين، الفرع الاول اللي هو الاصوات، اصوات عليها 10 درجات، وفرع اخر اللي هو عباره عن مفردات وتنزلون الكلمات بفراغاتها، وهذا يطلب من عندي شنو؟ يطلب من عندي العوده الى الريدنج والى المفردات حتى اقدر انزلها، وايضا موجوده بكتابكم كان تكون سيفتي كورنر، كان تكون الموجود عندكم بالريدنج موجوده بهالطريقه، واني لازم اضبط المفردات وانزلها باماكنها. السؤال الخامس اللي يتحدث عن شيء اسمه سبيلينج املاء، وشيء اخر اسمه الباراجراف. السبيلينج هو ايضا من ضمن مفردات كتاب، ماكو شيء برا الكتاب نهائي. والباراجراف اللي عليه 14 درجه كل يونت بي باراجراف معين، وايضا يرجع لمفردات القطعه وراح يكون واضح وسهل كلش. اليوم أنا وياكم باليونت الأول راح نتعرف على مجموعة مفردات، راح طبعا أريد من عندك الدفتر الخاص باللغة الإنجليزية، يعني ضروري 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 دفترك خاص بيك، ما يصير ملاحظات غير اللغة الإنجليزية. ملاحظاتك اللي راح تتابعني بها تدونها إلي بالدفتر حتى يصير كل شيء بالتسلسل ويصير الموضوع كلش سهل وواضح بالنسبة لك. اليوم عندكم أنتم باليونت الأول الصفحة الموجودة باللوحة عبارة عن مفردات، مفردات بسيطة جدا، كل اللي اريده من عندك تضبط املائها وتضبط مفرداتها حتى مثل ما فهمتك صيغه الاسئله مالتك وين تكون. المفردات الموجوده عندك، عندك مثل ما تشوف هنا هذه المفردات، اوكي؟ فعنوانك هو العنوان هو فود مانيفاكتشرنج اللي هو صناعه الطعام. فود مانيفاكتشرنج يعني مفردات، حاول املائها تضبط لي اياها. هنا أنا منطيكم داخل البوكس كلمات ويطلب من عندك أن توزعها بالصورة الموجودة عندك حتى تكون عندك إمكانية إملاء وإمكانية معرفة عن كل شيء أنت نزلته. عندك في النقطة الأولى مثلا عندنا بيكري، مثل ما تنشوف البيكري هذا هو المخبز، هو البليس وير بريد ار ميك، إذا هو المكان الذي يصنع به الخبز، بريد ار ميك. اوكي، نرجع على التوميتوز، التوميتو هو الطماطه اللي من عندها ممكن بيست. اوكي، عندنا هنا خلينا نقول نشوف هنا التشيكن، هنا البيكري، هنا التوميتو، هنا بيف اوكي اللي هو اللحم، وسوفت درينك مثل ما تشوفوها، وتشيز واند ميلك. مفردات توزعها على الصوره سهله وواضحه، تحفظ لي معاني مفرداتها حتى نشوف. هنا أنا عندي بالصفحة هذه وضحت لكم أنه كل مفردة ممكن تجمع من خلالها مجموعة مفردات تساعدني بالتوصيل أو باختيارات معينة راجعة إلها، أو ممكن بالسؤال الكلاسيفاي أخذ مفردات أكثر. chicken ممكن يكون frozen chicken، ممكن يكون chicken burger، ممكن يكون chicken legs. بيف ممكن هامبرجر، سوسيج، كباب، ميت بول، هاي المفردات البسيطة من أشوفها دورات يمكن ما أعرف معناها رغم بساطتها. سوفت درينك كأن يكون بوتل درينكينج ووتر، أورنج درينك، أور فروت جوس. بيكري مثل ما قلت إنه هو بليس ميك فور بريد، من كلمة بريد تساعدني على اختيار البيكري اللي هو المخبز، أور كيك، باستري، أور لوف. تشيز كأن يكون تشيز أو باتر أو دايري اللي هي الألبان. توماتو بيست، توميتو بيست اللي هي توميتو جويسز، أوكي. ميلك ممكن ميلك، تشيز، باتر أو دايري. فهذه مفردات احنا اليوم شكو مفردة تخص الأطعمة راح ناخذها ونتعرف على صيغة أخرى عندك موجودة بكتابك عبارة عن مفردات، منطيكم بكتابكم هذا التمرين تشوفوا هذا التمرين شباب، هذا يفيدني بالسؤال خلينا نقول الرابع أو بالصح وخطأ. ف complete the following text ومنطيك بوكسز هنا نقول مجموعة مفردات وطلب من عندك أن تنزلها بالفراغات. هذه هي المفردات اللي هي الكونتينر اللي هو نقول احنا المحتوى، وتمبريتشر اللي هو الحرارة، growth اللي هو النمو. اكتب هاي المفردات واكتبها بالعربية يمها حتى تصير عندك إمكانية أكبر. fear اوكي، و distinguishes اللي تمييز او التفريق، preserved اللي هو يحفظ، destroyed يجي معناته يحطم او يدمر،
وtoxic اللي هو السموم، اوكي، moisture اللي هي الرطوبه، grow النمو، وcontaminate اللي هي بما معناه المحتوى خلينا نقول، وensure controlling heating. هاي المفردات بسيطه كلش، منطيك اياها بكتابك بشكل فراغات، طلب من عندك هاي الفراغات تعال وزعوا عليها هاي الكلمات. هذه هي القطعة اللي تشوفوها، وهذه المفردات نزلت بأماكنها. أنا هسه اعطيتك الكلمات، هي موجودة بكتابك، اعطيتك إياها بالعربي، فهسه راح أنزلها بالفراغات كل وحدة حسب المعنى اللي مناسب إلها، حتى تصير عندنا قطعة كاملة. ومثل ما قلت لك ممكن تجيني بالسؤال الرابع، هي مفردات فوق وتعال نزلها بالفراغات، مجرد ياخذ من عندها مو الا قطعه كامله بها، ياخذ فجمل معينه والفراغ اللي وراها هو نفسه يكون بهالطريقه وانزله، اوكي؟ فتعالوا نقراها على اللوحه حتى تصير واضحه عندنا بشكل اكثر وليش اختاريناها، اوكي؟ ف نيجي على food spoiling bacteria، شوية مقطوعة عندي، موجودة عندك بكتابك يعني أنت. Yeast and molds are naturally present in foods. Okay, to grow these microorganisms need فراغ. منطيك أنا مسويتها لك باللون الأزرق مثل ما تشوف، اللي هي الموستشر، اللو أسيد، انفيرمنت أسيد بريفينت بكتيريال جروث، عندنا نيوترنت أند آن أبروبريت يوجوالي روم، وأيضا فراغ وراها اللي هو التمبريتشر. فود آر بريزيرفد يعني يحفظ، from food spoiling by من خلال spoilage نحفظ الأطعمة spoilage من خلال السيطرة controlling one or more of the above factors. For instance, frozen foods على سبيل المثال عندنا الأطعمة المجمدة are stored at temperatures too low for microorganisms. Microorganisms هي البكتيريا yeast and molds الخميرة to grow when foods are dried. Okay. Sufficient moisture is not available to promote growth. It is the preservation processes that distinguishes canned, okay, from other packaged food. During canning, the food is placed in an airtight, hermetically sealed container and heated to destroy microorganisms. The hermetic cells essential to ensure that microorganisms do not contaminate the product after it is sterilized through heating. Okay, probably canned food can be stored on refrigerator. Then canned food, الأطعمة المعلبة, can be stored بإمكانها أن تخزن on refrigerated خارج الثلاجة definitely without fear of their spoiling, بدون خوف أو تردد من أنها راح تفسد or becoming toxic. Okay, أو تصبح مسمومه، اوكي؟ فهنا انا قلت مثل ما قلت لكم اللون الازرق هو بالفراغات اللي راح تنزل، والقطعه موجوده عندكم وعباره عن كل مفرده تنزلها هي واللي بعدها مباشره حتى يصير عندك الموضوع كلش سهل، اوكي؟ ننتقل الى المفردات. هنا انا بس وضحت حلها، نجي على فد مجموعه اسئله. يعني هذه الأسئلة هي عبارة عن خلينا نقول speaking or discussion. هذه الأسئلة إجاباتها تعتمد على الطالب وفهمه للسؤال، يعني شلون افتهمها هو للسؤال راح يجاوب عليه، معرفة خلينا نقول معرفة اللغة اللي هو يحويها. عندي مثلا on number one، إذا هو السؤال موجود on point 1.3 مثل ما تشوف. Have
السؤال بدا باحد المساعده اللي هو have your favorite. اذا have your favorite, have your favorite kinds of food changed, تغيرت over the years. هل طبيعه تناولك للطعام هل تغيرت عبر السنين؟ فطبعا السؤال بدا بهاف، الجواب بيس او نو، شور انه طريقه الطعام تشينج اوفر ذا ييرز، فيس ذي هاف. اوكي، وايضا ممكن بس هي كصيغه مبدئيه ممكن يعني الطالب يقول ممكن ست اجاوب نو، هو شيء راجع لك، بس هي ترى شيء اوتوماتيكي انه يتغير الانسان على مر السنين طبيعه طعام الطفل، ليس هي طعام الشاب وليس هي طعام الشيخ. اوكي، do you like fast food or slow food؟ هنا بده يخيرني ب or. اوكي، المفروض ياخذ الطالب، انا منزله قسم يحب fast food قسم يحب slow food حسب اذا وحده مو اثنيناتهم تختار حسب fast. اذا هذا عندي fast وslow، هذا لو معاكس fast اللي هو الاطعمه السريعه او الاطعمه الاخرى نوع الاخر. السؤال اللي بعده، What do you think about food additives? Additives شباب كلمة احفظ لي معناتها لأنه ممكن راح تشوفها بالكلاسيفاي، راح تشوفها بالتصنيف. فالأديتيفز هي الإضافات أو المنكهات أو نقول عليها البهارات بهالطريقة. ف I think they are very good. الرأي بها أنه هي فتشيب delicious طعم، تضيف لنا طعم، فهي تعتبر فشي جيد وممكن جيد للصحة بعض الأحيان. أوكي، فننتقل إلى صيغة سؤال آخر، هي موجودة من ضمن المجموعة اللي هو أوكي هذه التكملة، نعم موجودة عندكم النقطة الثالثة، هذه النقطة الرابعة اللي هي What is your favorite, what is your favorite breakfast, what is your favorite dinners or lunch. هنا أنا أنت حر كلش، يعني what is your، بس أنا حاولت قدر الإمكان أسهل المفردات حتى تصير واضحة عليك، أنه مثلا for breakfast I get مثلا milk، إذا milk for breakfast, rice for lunch or meat for dinner or as you like. أوكي، تكتب الشيء اللي يريحك. Do you worry about chickens with the flu, mad cows or poulted fish? Sure, we are worried. يعني أكيد العربي موجود عيني قدامكم، أكيد إنه إحنا هيك شيء أمراض تكون. Yes, I do. Yes, I do. I am worried. Okay. Do you think؟ هنا ننتبه على هاي النقطة. Do you think؟ حشرح هذه النقطة فادخل وياي بيها، انتبه عليها. Do you think it is safer؟ Safer يعني آمن. Okay. To eat out؟ Out أقصد بي أن يكون restaurant يعني بمطعم معين or at home. طبعا المفروض I think it is safer من الآمن أنه to eat at home. شوف هاي النقطة، هاي النقطة جتي أحد الأسئلة الوزارية، شوف انتبه عليها، اللي هي I think it is، جتي بالصح وخطأ بالترو فولس. أوكي، إجاني بالسؤال الأول I think it is safer to eat at home. I think it is safer to eat خلينا نقول at home than restaurant. بالأسئلة الوزارية جاتي بالصح وخطأ مرة نقطة من هذا السؤال، It is safer to eat at home than restaurant. أوكي، فالمفروض أقول بها true، إنه واضحة إنه هو الصحيح الأأمن تناول من المطعم، فهي مجرد مفردات. أما منين جاتي؟ فهي جاتي من speaking من هذا السؤال. أوكي، ننتقل إلى سؤال أيضا، سؤال أيضا موجود بأسئلتكم اللي هو موجود بكتابكم، أقصد موجود بكتابكم والأجوبة موجودة بالقطعة اللي راح نقراها بعد شوية. كل اللي أريده من عندك مفردات، المفردات، وتركز لي على كل سؤال تكتبه وتعطيني الحل جوا مثل ما أنا كاتبته على اللوحة، وتقرأ عدة مرات حتى يصير سهل بالنسبة لك. سؤال الأول، Can we preserve food for a long time? How? الشطر الأول من السؤال يريد من عندي yes أو no. السؤال يقول لي مثل ما تشوفوا بالعربي، حتى نختصر خلينا نقول الوقت بالعربي موجودة قدامك. أوكي، أوكي، how؟ إذا ممكن يقول لي how can we preserve food for a long time؟ how can we preserve food؟ شلون أقدر أحفظ الطعام لفترة طويلة؟ ممكن أحفظ الطعام لفترة طويلة by canning it or by freezing it، تجميد أو التعليب. تعليب canning، freezing تجميد. Why do؟ السؤال الثاني why، لماذا؟
Why destroy, sorry, why do manufacturers heat food before canning it? ليش؟ ليش؟ Why؟ لماذا؟ ليش heat؟ اوكي طبعا الهيتنج هي ديستروي ميكرو اورجانيزمز او ديستروي بكتيريال سيل. اذا تو ديستروي، اذا صيغه الجواب مالتي انه هو هيتنج للفود بيفور مانيفاكتشرنج تو ديستروي حتى يحطم الخلايا البكتيريه او ميكرو اورجانيزم ذات سبويلز اللي شغلها سبويلز فود اللي شغلها انه هي تفسد اطعمه. اذا هذه الجواب. What are the factors? ما هي العوامل اللي spoil food if you leave it uncanned? اوكي عندنا عدة عوامل تساعد على افساد الطعام اللي هي الموستشر، هذه اذا هذا واحد، اوكي اللو اسيد، اوكي هذه اثنين، اوكي والتمبريتشر اقدر اقول هاي ثلاثة. ارقمها لما قلنا نرقمها بس حتى نحفظها بتسلسل اوضح اكثر، انه هي العوامل اللي تساعد على افساد الاطعمه، رطوبه، حراره المنخفضه، الحموضه المنخفضه، هذه الاشياء هي اللي تساعد على افساد الاطعمه. اذا they are moisture, low acid and appropriate temperature، الحراره درجه الحراره المناسبه. ونكمل بنفس السؤال، ونكمل بنفس السؤال احنا بعدنا، ونكمل النقاط الراجعة إلى اللي هي هنا عندنا هذه النقاط. النقاط Do all people follow the same way for preserving food؟ سؤال هنا أيضا يعتمد على صيغة الجواب، مثلا No they don't or yes they do. إذا yes أو no تعتمد على الطالب، إنه all the people follow the same way in preserving food. Maybe yes, maybe no. It is يعني up to you. هذا الشيء راجع إليك. أوكي؟ إذا هنا أنا أشرح أكتب. ممكن أقول yes they do. ممكن yes they do. أوكي. Why السؤال اللي بعده. Why and when do you leave some food unrefrigerator? Unrefrigerator. Probably canned food. طبعا الأطعمة المعلبة. إذا هذا هو الجواب عيني، هذا هو خلينا نقول أهم، هو صحة الجواب إنه الأطعمة المعلبة can be left unrefrigerated. Okay, unrefrigerated. النقطة السادسة. How do you preserve food at home? Okay, I preserve food at home in refrigerator. Or I preserved food at home in freezing. هذه هي شلون احنا نحفظ الطعام. اوكي. هنا أنا طبعا القطعة قراءتها مثل ما نقول، نرجع إلى قراءة القطعة حتى نتمكن منها بشكل أكبر في وقت لاحق. وقبل ما أنتقل إلى أي موضوع آخر هسه أريد من عندك فقرة مهمة موجودة ننتبه عليها، اللي هي هنا أنا عندي هذا التمرين أريدكم تكتبوه وتضبطوا لي يعني. هذا يجيني على شكل توصيل، انتبهوا عليه، هذا يجيني على شكل توصيل غالبا ما يكون توصيل موجود هذا بالسؤال الثاني اللي هو reread the text find، راح ان شاء الله راح نقرا القطعه اوكي and find opposites of the following words. اذا هنا تشوفون الاوبوزيتس، هذه انتبهوا لي عليها يعني. الاوبوزيتس معناتها العكس. إذا منطيك هو مجموعة كلمات بكتابك موجودة، هذه الفقرة in 1.8 روح عليها راح تلقى أنه هذه المفردات موجودة ويطلب من عندك الأوبوزيت مالتها اللي هو موجود هنا. أوكي فمثلا spoil، spoil الأوبوزيت مالتها يحفظ اللي هو preserve. عندي unsafe اللي هو إضافة المقطع هذا، وsafe اللي هو الآمن. freezing تجميد عكس boiling، مفردات راح ناخذها وراح نشتغل عليها بالقطعه بعد شوي. اكو allow اوكي وprevent مثل ما تشوفون والمعنى بالعربي واضح. presence اوكي وabsence وcold and heated the opposite of it. unnecessary and we have necessary and less with more. اوكي إذا الآن هي هنا الأوبوزيت اللي راجعة مثل necessary unnecessary، المقطع يو ان هي فسهلة إنه من أشوف يو ان مثلا أشيلها حتى أنطي الأوبوزيت مالتها والبقية حتى أقدر أحفظها ويسهل علي الحفظ. هذا التمرين عندك تحفظه، يجيني على شكل توصيل فلازم أني أكون ضابطة كل نقطة
من هي راجعة للثانية بالأوبوزيت مالتها. أوكي، فالدرس القادم إن شاء الله أريد أقرأ القطعة حتى أخذ وقت أكثر، أقرأ القطعة لكم وأوضحها وبالتفصيل، لأنه تفيدني كلش، تفيدني بمعاني مفرداتها، تفيدني بالصح وخطأ وبالأسئلة اللي جاوا، حتى الأسئلة اللي قبل شوية قرأتها راح تستفادون من أقرأ القطعة هسه. أوكي، إن شاء الله في أشوفكم درس آخر ونكمل موضوعنا بإذن الله.